يوتيوب 15 نوفو زيليمون. متابعين ومتابعات عالم المعرفة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نتابع وإياكم في هذا الفيديو إن شاء الله كيفية الاستفادة من ترجمة الفيديوهات على اليوتيوب. طبعا هذه الطريقة استفاد منها مجموعة من الإخوة المكفوفين طبعا الحال في على مستوى قارئ الشاشة فويس أوفر بالنسبة لنظام تشغيل الاي او اس. بالنسبة لهذا الطريقة بطبع الحال بإمكانك أن تتابع من خلالها فيلم أو أن تتابع من خلالها يعني مجموعة من الأشياء. يقوم بطبع الحال فويس أوفر بترجمة كل ما يكتب في السوتيتراج أو يعني العلامات الوصفية التي يعني تدخل في إطار الترجمة، العناوين المصغرة أو ما شابه ذلك. يعني هذه المسألة بطبع الحال نجد هناك مجموعة من الفيديوهات على اليوتيوب التي يقوم أصحاب القنوات أو منشئيها بعمل يقوم أصحاب القنوات يعني منشئي القنوات أو منشئي المحتوى في اليوتيوب بعمل فيديوهات، خصوصا القنوات الكبرى كقناة يوتيوب التي يعني تقدم شروحات وتقدم مجموعة من الأشياء، قناة يوتيوب الرسمية إلى غير ذلك من القنوات الكبيرة التي تضع شروحات لفيديوهات متعددة عليها بطبع الحال أو ترجمات لما يقال في الكلام أصحابها بطبع الحال فيما يخص الشروحات وما إلى ذلك. يعني هذه الترجمات التي تكتب على الشاشة تقوم أنت باختيار اللغة أو تختار يعني لغة الفيديو أو ما شابه ذلك، ثم تقوم باستخدام هذه الميزة التي سنتعرف عليها إن شاء الله. أول شيء سنفتح متصفح سفاري، قبله قمت بإحضار رابط من لفيديو على اليوتيوب سوف نجرب عليه إن شاء الله، فأتمنى تستفيدوا من هذا الفيديو ومرحبا بكم. ريغلاج سفاري، لنفتح متصفح سفاري. سفاري اوبشن دو ميز ان فورم اوبشن دو ميز ريشارجي ريشارجي هذه الصفحه ادريس 13 youtube.com كونيكسيون سيكوريزي اي فاليدي 32 youtube.com كونيكسيون سيكوريزي اي فاليدي 37 youtube.com كونيكسيون سيكوريزي اي فاليدي. في انتظار تحديث الصفحه اخوتي الكرام لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل جرس الاشعارات باش توصلوا بكل جديد، فقناتنا قناه تقنيه غير ذلك فغير موجود في هذه القناه بطبيعه الحال. اذا لير يوتيوب رش ادريس رش يوتيوب 2000 لير انا اشغل الان الفيديو اضغط على لير 2019 فور دو ريكور ليغ كليكي سور يوتيوب رويان كونت ريشيرش يوتيوب كونت يوتيوب رويان ريشيرش يوتيوب يوتيوب رويان ريشارجي كاب اب ريشيرش يوتيوب ريشيرش يوتيوب بوتون تايسو ان كوارت واتش انا وقرا يوتيوب رويان 2018 ذا موست ديسليكيت فيديو ان ذا هيستوري اوف يوتيوب ان 2018 وي ماكسوم يوتيوب الان ريشارجي كما سمعتم يعني اقرا باللغه الانجليزيه احدد الصفحة او اضغط على بوز. انا لم اجد بوز حتى لا اضيع الوقت يعني فضغط على تحديث الصفحة. لا اعلم لماذا لم تظهر لي لم يظهر زر البوز، واذا ضغط باصبعين سوف يتوقف التسجيل. فالمهم الان اضغط على يوتيوب ريشيرش يوتيوب لاحظوا معي ابدا من اعلى بوتون ادريس يوتيوب.com ريشارجي بوتون يوتيوب رويان 2019 لير بوتون يوتيوب لين ريشيرش يوتيوب كونت ثم اضغط على كونت بانيير بارامتر دو ليكتور بارامتر اول شيء هناك بارامتر دو ليكتور بارامتر دو ليكتور هذا هو ما يهمنا بارامتر دو ليكتور ريشارجي بارامتر دو ليكتور ميساج ويب بارامتر دو ليكتور نيفو دون سوتيتر انجلي سوتيتر دو منيو لوكال سوتيتر طبعا الحال هناك الانجليزيه اذهب الى السيليكتور داب اضع اصبعي اعلى زر الهوم بعد الشيء Anglais. ثم أقوم بالتنقل بالأصبع من الأسفل إلى الأعلى. Anglais. Royaume Arabe. العربية. هناك اللغة في هي اللغة الإنجليزية هي الثالثة. هناك كذلك الألمانية واللغة الإنجليزية الخاصة بالمملكة المتحدة. اخترت الآن العربية. Anglais. Arabe. أتنقل من اليمين إلى اليسار.
OK. Bouton. أزيد زر OK. أضغط. OK. بعد ما ضغطت على زر OK. Paramètres de lecture. Qualité. هناك. 360 sous-titres. Paramètres sous-titres. أعود هناك. Sous-titres. كما قلنا يعني قمنا ب يعني بضبطها على اللغة العربية الفرنسية والإنجليزية أو ما شئتم بطبيعة الحال لأن هناك فيديوهات قد تجد عليها ترجمات متعددة. إذا سوتيتر أعراب ثم أتنقل. كاليتي. هناك كاليتي. فيتيس. 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 بماذا ستفيدنا فيتيس؟ لأن الكتابة قد تتنقل بسرعة. نقوم نحن بتخفيض يعني بتثقيل الفيديو بعض الشيء حتى يعني يقرأ لنا كل الأمور حتى وإن يعني ضاعت منا بعض الأشياء فقد لا تؤثر على الفيديو أو ولكن إذا ضاعت كلمات أو أشياء كثيرة فهنا قد يكون هنا المشكل إذا أضغط على فيتيس Vitesse, normal, bouton de menu local, normal, هناك, élément du normal, élément du normal, secteur, ajustable. أضع أصبعي هناك أجد normal ثم أقوم بالآن نزول من الأسفل إلى الأعلى لأن هناك هذا سيليكتور دو إليمون أو أجستابل يعني قائمة متحركة 0,75 أنا أضعها في 0,5. ثم أضغط على الزر OK بالتنقل من اليمين إلى اليسار. Paramètres de lecture, message web, vitesse 0,5. إذن vitesse أتنقل الآن. Copier les informations de débogage. Copier les informations de débogage. Statistiques avancées. ثم statistiques avancées. OK. Bouton. ثم أضغط على الزر OK. Cocher. الآن سأشغل. Lire. الفيديو. YouTube Rewind 2019, fort de record ligne vert. Compte. Bouton de menu local. Fin. Bannière. Menu local. Tu l'as vu, il y a une vidéo qui est très difficile. Capote. That is so. Mon chat a dit que tu as dit لاحظوا معي YouTube Rewind 2018 الفيديو الحائز على العدد الأكبر لغير المعجبين في التاريخ YouTube في عام 2018 قدمنا محتوى لم يعجبك لذا في عام 2019 دعنا نرى ما أعجبك إذا لاحظتم معي لأن هناك فيديوهات قد تكون لها حقوق طبع ونشر فنرغب في تجاوز هذا المحتوى أود أن أشير بأن هذه المسألة يعني ممكنة في اليوتيوب هذا الفيديو حاولنا استخدامه في إطار الاستخدام المعقول لأن هناك بنود يعني هناك بنود طبعا الحال يعني تسمح بهذه المسألة ولكن لا تضع الفيديو كامل ولا تضع كل شيء في الفيديو نحن حاولنا أن نستخدم جزءا من هذا الفيديو في إطار التجربة لا أقل ولا أكثر وليست لنا منه لا أهداف تجارية ولا أي شيء هذا فقط توضيحا حتى إن شاهد أحدهم أو من أصحاب هذا الفيديو إن شاهد هذا المقطع على قناتنا إذن أذهب الآن لكيفية الآن إذن كيفية الآن ضبط إعداد هذه الميزة بطبيعة الحال لأنها يجب أن تضبط لأنها لا يمكن أن تأتي بشكل اعتباطي لأن هناك من الإخوة من سيقول بأن قارئ الشاشة يتكلم يعني يزعج أو ما شابه ذلك فنذهب الآن إلى فتح دوك ريغلاج الإعدادات أبل دورج ريغلاج Notification. Ne pas dire l'écran. Général. Centre de luminosité et affichage. Fond d'écran. Accessibilité. Bouton. Accessibilité. Imkaniyat l'wosoul. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Voice over. Voice over. Activé. Voice over. Touché pour toucher. Balayer. Entraînement. Débivoca. Parole. Verbosité. Bouton. Verbosité. Touma adhab ila akhir. Détermine comment description multimédia énonciation et braille il a akhir muhtawa wa huwa description multimédia détermine comment les sous-titres codés et les sous-titres هناك واحد التعريف اسفل اسفلها يعني اعود الى description multimédia اضغط عليها non. هناك عده اختيارات بامكانك ان تختار انت ما تشاء منها
إما نو description verbosité اذا هناك description multimédia en tête description multimédia en tête non هناك non énonciation énonciation braille braille sélectionner énonciation et braille énonciation et braille détermine أنا... comment les sous-titres أنا أختار... sélectionner énonciation énonciation et braille رغم انني بامكاني ان اختار فقط braille énonciation énonciation ولكن اخترت هما معا détermine comment les sous-titres pour les sous-titres pour les malentendants s'affichent pendant la lecture d'un contenu. الله اعلم شيئا ما بطريقة برايل او ما شابه ذلك المهم ف هذه ميزه رائعه جدا détermine comment les sous-titres codés et les sous-titres pour sourds يعني détermine comment les sous-titres codés et les sourds pour sourds et malentendants s'affichent pendant la lecture d'un contenu verbosité لا اتذكر منذ متى ولكنني استخدمها منذ ايام ولكن كانت بشكل تطورت الان يعني اصبحت بشكل متطور فميزه رائعه جدا اتمنى ان تفيدكم وان تستفيدوا منها اخوتي واخواتي الكرام اعتذر عن اطالة هذا الفيديو اتمنى ان تستفيدوا بطبيعة الحال من هذه الميزة بطبيعة الحال بالنسبة للاخوان مستعملي نظام تشغيل iOS 12 ارجو ان يستخدموها من جديد انا كنت قد استخدمتها وكانت ضعيفة في احدى الاصدارات لانني انا لم اتنقل الى الاصدارات الجديدة في iOS 12 سأحاول أن أخذ أن أجربها إن كانت يعني تشغل سوف يعني نحاول تبادل هذه المعلومات إن شاء الله في وقت لاحق إذن إخوتي الكرام بدون ما أطيل عليكم أترككم في يد الله تعالى ودمتم بخير اشتركوا في القناة فعلوا الجرس لتتوصلوا بجديدها دائما دمتم بخير وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله